إنه في أمان، في مكان آمن، في مدرسته، مدرسه، زمايله اللي معاه في نفس المدرسة، فده أنا بالنسبة لي أحسن طبعا. يا فندم. كمان غير حضرتك زي ما قلتي، الدرس بيبقى ساعتين، بيضيع معاه ساعتين تانيين او ثلاثه صحيح عشان اودي طبعا واجيب واستنى. طبعا. مجهود بكل ضايع، المقاييس، مجهود ضايع بكل المقاييس، لازم يكون في سيستم معين للتغلب على الدروس الخصوصيه. طيب. فزي ما قلنا كده، هي الطريق الوحيد ليها تدعيم المجموعات المدرسيه داخل المدرسه بشكل يرضي الطرفين، يرضي ولي الامر ويرضي المعلم نفسه، عشان يحس برضو اللي هو وقته بيساوي حاجه. طيب انا هرجع لحضرتك تاني، بس هاخد الكلمه من الدكتور محمود عبد العزيز. لفت نظري موضوع ان حضرتك مدرس لغه عربيه ولكن حاصل على الدكتوراه، ودي حاجه غريبه شويه يعني. طب اسمح لي حضرتك قبل ما يعني اعقب على ده، انا بس ليا يعني تعقيب بسيط على البدايه الجميله اللي حضرتك بدات بيها. الله يخليك. قضيه ان التعليم قضيه امن قومي، يعني المفهوم ده احنا عايزين نعظمه فعلا. لازم يعني كل بيت، كل اسره، يعني كل مسؤول يعني في موقعه يدرك أهمية التعليم. صحيح. إن فعلا دي هي البوابة اللي هتفتح لنا الطريق للتقدم. صحيح. ويحضرني هنا يعني قول معاذ بن جبل. معاذ بن جبل رضي الله عنه ده كان أحد الصحابة اللي حتى الرسول عليه الصلاة والسلام امتدحه، قال أعلم أمتي بالحلال والحرام معاذ بن جبل. معاذ حينما وصل إلى أهل اليمن وهو لسه رايح عشان يدعوهم وينشر لهم الرسالة والعلم، فالتف حوله أهل اليمن وسألوه سؤال جميل، بيقولوا له يا معاذ انصحنا نصيحة نفذ بها في الدارين، أي في الدنيا والآخرة. شوفوا بقى حضرتك الكلمات اللي هي أنا بعتبرها يعني بمثابة دليل، عناوين للي احنا بنحتاجه النهاردة. قال لهم إيه بقى معاذ؟ تعلموا العلم فإن تعلمه حسنة وطلبه عبادة، هو سبيل أهل الجنة والصاحب في الغربة والمحدث في الخلوة والدليل على السراء والضراء والسلاح على الاعداء. الله. انت عارف حضرتك دلوقتي احنا اخر مقطعين اللي هو بيقول الدليل على السراء والضراء والسلاح على الاعداء، لو احنا معيار مقياس تقدم الامم رقيها او مقياس تقدمها بمدى اهتمامها بالعلم وكذلك سلاحا على الاعداء. نعلم كتير ان في كتير من الدول عندها الامكانيات الماديه والموارد، بس للاسف غير مستغله، وللاسف ما بتقدرش توظف هذه الامكانيات لعدم وجود العلم اللي يقدر يخليها يوظفها. فدي بس تعقيب كده الاول، ان فعلا يا ريت كلنا نعظم مساله الاهتمام بالتعليم. صحيح. للجزء ده فعلا. الحاجه الثانيه بقى، حتى الطالب نفسه يا دكتور محمود يحس وهو رايح المدرسه ان هو بيأدي رساله، مش هو رايح حاسس ان رايح يعني ياخد علقه. يعني هو المدرسة دلوقتي بالنسبة للطلبة ان هي علقة سخنة، بيقوم الصبح متضايق وتعبان وزهقان ومش عايز يروح وكسلان، ولو راح الدرس ممكن اساسا يبقى ما عندوش استعداد انه يستوعب، فمش هيستوعب، فده بيضر بيه. يعني هو بيبقى مش عايز يستوعب، وبالتالي المدرس نفسه لما بيشوف ان الطلبة مش عايزين يستوعبوا هو بيفقد حماسه، صح بالظبط. معلش هستأذن حضرتك، هستأذنكم معلش عشان هنطلع بس للأذان وهنرجع تاني نكمل حوارنا الشيق ده. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله،
أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على لا إله إلا الله. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، هات سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بنناقش موضوع حلقتنا النهارده والعمليه التعليميه، وازاي احبب الطالب اللي رايح فصله الصبح في المدرسه وفي المناهج علشان يبقى رايح وعنده استعداد نفسي ان هو يستقبل دروسه بحب ويستقبل يومه كمان باشراقه وبتفاؤل، ونفس الوقت ده بينعكس على المدرس قدامه، يبقى حابب ان هو يروح مدرسته وحابب ان هو يدخل فصله وحابب ان هو يشرح بنفس وبقلب جامد المناهج علشان يفيد، علشان يؤدي الرسالة اللي المفروض ان هو يؤديها. دكتور محمود، كنت لسه بنتكلم عن فكرة ان ليه كملت، وبفضل الله عز وجل انا خدت في البداية ليسانس اداب وتربية بتقدير جدا مرتبة شرف، ولكن انا يعني عندي قناعه ذاتيه. ليه اتجهت للتدريس واللغه العربيه، يعني انك تدرس في مدرسه؟ ما حضرتك انا خريج كليه التربيه، وبالتالي يبقى الوظيفه مدرس لغه عربيه. ولكن انا عندي قناعه ذاتيه ان لازم الواحد طول ما هو عايش يبقى عنده طموح انه يرتقي بمستواه الفكري والتعليمي ويصل لافضل مستوى، وعندي قناعة أيضا أن الإنسان مهما وصل من درجة من العلم محتاج مزيد من العلم. يعني حضرتك شايف أن رسالة الدكتوراه فادتك في تدريس منهج اللغة العربية؟ أكيد حضرتك، يعني أنا موضوع الدكتوراه بتاعي كان دور التربية الأسرية في مواجهة التحديات المعاصرة على ضوء توجيهات السنة النبوية، بمعنى يعني كيف نجد حلول للمشكلات التي تواجه الأسرة، سواء الأسرة الصغيرة أو على الأسرة الكبيرة المجتمع، من واقع السنة النبوية. جميل. طيب هستأذن حضرتك بس هناخد تليفون وهرجع تاني للموضوع الشيق ده. ألو. أيوة مساء الخير. ازاي حضرتك يا فندم؟ ازيك يا استاذ عبد الفتاح؟ ازاي حضرتك؟ بقالنا كتير ما سمعناش صوتك. ما انا كنت الدش كان عطلان وكنت بجيب على الارض، كان بيجيب برامج تعليميه. طيب ماشي. موضوعكم جميل، اهميه المكتبات داخل المدارس. احنا لسه هنجي لها، معلش احنا بندخل كده بس افتتاحيه عامه. انا هقوله عشان هو ده اللي قدامي على الشاشه. ايوه. امين المكتبه او امينه المكتبه بيخاف يفتح المكتبه عشان الكتب دي عهده عليه. فبيخاف يفتحها للتلامذه لا يقطعوها ولا يسرقوها ممكن. واخد بال حضرتك؟ أيوة. وبعدين نيجي بقى للتلامذه او الطلبه، مين اللي عنده وقت يخش يقرا؟ ده هو الولد عايز يخلص الثلاث اربع حصص ويجري يلعب في الشارع
او حتى الكبير عايز يطلع يعاكس البنات دي حقيقه. أيوه. فمين اللي عنده فرصه يخش يقرا في المكتبه؟ بعض التلامذه، ودي قله صغيره اللي عنده حب الاطلاع من نفسه. فاحنا صحيح. لازم الاول نزرع في التلميذ او الطالب ان هو يقرا. صحيح. لان حتى لو فتحت له المكتبه طب ما هو ما عندوش النهي او حب القراءه يا استاذه. صحيح. فبيجري وعايز يلعب في الشارع، عايز يطلع يمرح في الشارع. زي ما قلت لك بالاضافه، لان امين المكتبه صدقيني ما بيفتحش المكتبه، بيخاف على الكتب. لا عشان دي عهده، لما يجي يسلمها لازم يعدها ثاني يسلمها. تمام، كلامك مظبوط. جميل يا استاذه جيهان، وبشكر حضرتك. شكرا. شكرا ليك يا استاذ فتاح على اتصالك ومشاركتك معانا، وهسيب للاستاذ سيد سلامه مدير المدرسه التعقيب على مكالمه الاستاذ عبد الفتاح. والله هو المكتبات دورها في المدارس من اهم الادوار، بس تفعل زي ما الاستاذ فتاح ما بيقول، اللي في كثير من المكتبات مغلقه. لا طبعا هي مش مغلقه، بس هي غير مفعله. وهل المدرس او المدرسه يا استاذ سيد بيطلبوا من الطالب ان هو يطلع المكتبه ويجيب بحث او يجيب معلومه او يعني؟ انا بيتهيألي ده ما بيحصلش. حضرتك دلوقتي في الـ في الـ في, الـ في الجديد دلوقتي في توزيع المناهج الجديده اللي في حاجه اسمها انشطه ونازله في الجدول. يعني انا عندي دلوقتي بقت الانشطه، بقت المكتبه من حصص الجدول الاساسي اللي الطالب لازم يتحرك من الكلاس بتاعه ويحضر في المكتبه حصه. فطبعا ده كان سياده الوزير واتجاهاته اللي هي الانشطه بتقوم بدور فعال، وعمل لها جداول مخصصه. المكتبه ليها حصص، والصحافه بقى لها حصص، الصناعه اللي هو المجال الصناعي بقى ليه حصص. الحاجات دي كلها بقت مفعله دلوقتي في المدارس وتطبيقها بقى هو اللي. طب ده بس في على مستوى مدارس تجريبيه ولا كل المدارس؟ كله دلوقتي. حتى الجدول المدرسي دلوقتي بيتعمل لازم حصه نشاط تذكر في الجدول. لان انا كمدير مدرسه بطلع بشوف المكتبه فيها حصه ولا ما فيهاش حصه. ده اساسي، لان دلوقتي عندي جدول في المكتبه بالحصص. ولو امين المكتبه او مدرس المكتبه ما فعلش هذا الجدول بيحاسب. بقت حصه اساسيه. كويس. فان شاء الله بالاتجاهات الجديده اللي هي طبعا دور الانشطه في المدارس، ده بيخلي الحاجات اللي هي المهمله بتبدا تفعل تاني. وهل المكتبات في المدارس يعني يا استاذ سيد، هل كل المدارس فيها مكتبات؟ وهل الكتب اللي موجوده في المكتبات دي فعلا قيمه او ثريه بما يكفي انها تسري العمليه التعليميه؟ والله بصي، هي كل اداره تعليميه بالموجهين بتوعها بالاداره المدرسيه بيبقى لها دور فعال في انها تسري المكتبه. بانها تتواصل مع المشاركات المجتمعيه في بره، بان اولياء الامور ممكن يسروا المكتبه، ممكن الادارات التعليميه تسري المكتبه. ودور بقى الامين المكتبه نفسه يشوف النقص ايه، النواقص اللي عنده بيبدا يبلغ الاداره المدرسيه، بنبدا نطلبها. فهي عايزه برضو زي ما حضرتك بتقولي ايه، انتر اكشن، وعايز تعامل وتفاعل مع بعض عشان يكمل المنظومه. يعني عندي مثلا في جمال عبد الناصر التجريبيه احنا الحمد لله السنه دي حاصلين على المركز الثاني للمكتبات على مستوى الجمهوريه. هو في شهاده حضرتك كنت اديتها لي قبل؟ لا مش المكتبات يا فندم، دي حاجه. مش دي. حضرتك كان دلوقتي يعني يمكن خدنا الدرع. طب ممكن حضرتك تعرضها؟ ده على مستوى، ممكن تعرضها قدام الكاميرا بس عشان نشوفها. طبعا ده المركز الثاني على مستوى الجمهوريه للمكتبات. طبعا دي الاول بيبقى فيه مسابقه على مستوى الاداره، وكده على مستوى المديريه، وكده على مستوى الجمهوريه. فدخلنا كل هذه المسابقات وخدنا المركز الثاني على مستوى الجمهوريه في المكتبات. طب حلو كويس. طبعا ده دليل على ان المكتبه عندي بتفعل. وطبعا مش عايزين في جمال عبد الناصر بس، احنا عايزين في كل ياريت. مكتبات مصر. يا ريت. طبعا دي حاجه مشرفه. وبعدين في حاجه ثانيه ممكن نستغل فيها المكتبه، اللي احنا بنفعل دايما فيها حته بنخلي الطالب يخشها ويحب يخشها، حته مسابقات اوائل الطلبه. انا ايه المشكله؟ انا عندي مثلا ستتين، عندي اولتين اعدادي، عندي اولتين ثانوي، وبعمل مسابقات واعقد هذه المسابقات داخل المكتبه. فصل اولى ثانوي اول مع اولى ثانوي، تمام. بنبدا نعمل في الساينس، في الماث، في ويبقى بيحصل كومبيتيشن او منافسه ما بينهم. الطالب حاسس ان هو في المكتبه جو الاتموسفير نفسه بيشجعه ان هو يتواجد بعد كده. طب تعالى بقى انت النهارده اولى اول فازت على اولى ثاني، تعالى انت دور بقى، لان في اسئله بتبقى محتاجه المكتبه. تعالى دور في قسم الماث وشوف الدروب اللي وقت فيه ايه، تعالى في الانجليش شوف الدكشنريز، شوف الكتب، شوف الجرامر. فده بيشجع الطالب اللي هو يجي ايه، يجي صحيح، بيخلق روح من التنافس. بالزبط كمان. جميل. بالظبط يا فندم. وبرده طيب اجل حضرتك برده تعقيب لمداخله الاستاذ فتاح. يعني احنا قبل ما نطلب من الطلاب ان هم يهتموا بالقرايه، المفروض احنا كمدرسين نكون القدوه، ان احنا نكون مهتمين في الاساس. يعني انت عارفه حضرتك للاسف بعض المدرسين من سنه تخرجه
يقول له كده اخر كتاب قريته ايه؟ ممكن يكون من 10 سنين. إيه خلاص يعني انجرف في طيار بقى الشغل والدروس والمجال ده وعزف عن القرايه. لا الفضائيات دلوقتي كمان خدت وقت الناس كلها، ما بقتش عندها وقت للقرايه. بس هي لو هو بقى المدرس اللي هو المفترض القدوه، لو هو فعلا يعني بيحب القرايه وطريقه تدريسه تعتمد انه يقدر يوجه الطلاب. يعني هقول لحضرتك مثال، مثلا الاسبوع اللي فات انا كان عندي مثلا حصه في الصف الاول الثانوي، كنت بشرح لهم نص في الفخر العنطره. يعني اقدر ازاي اخلي الولد ينزل للمكتبه؟ ابدا مثلا اقول لهم مفهوم الفخر، ايه هو مفهوم الفخر واعرف لهم تعريف. طب اقول لهم اجمل ما قيل من ابيات في الفخر، وادي لهم مساحه. طيب هدي لكم مثلا مساحه لبكره او في خلال الاسبوع مين يجمع لي اجمل الابيات اللي قيلت في الفخر. يبقى مجال انه ينزل ويقرا كويس. ممكن مثلا ادي له مساحه الشخصيه، شخصيه عنتره. طب مين يحاول يجيب لي معلومه اضافيه غير اللي انا قلتها لكم النهارده؟ بس عارف يا دكتور محمود، هي المشكله في ايه؟ المشكله ان الطلبه ما عندهمش وقت فعلا عشان يروحوا مكاتب او عشان يدخلوا مكتبه المدرسه. يعني هي الفسحه يا دوبك بتبقى دقائق معدوده علشان ياخد فيها الساندوتش، واذا روح قبل ما بيروح بيته الساعه 4 العصر، هيلحق يذاكر ولا هيلحق يقرا كتب ولا هيلحق يروح مكتبه ولا فعلا ما فيش وقت؟ الطلبه معذورين. يعني انا اوقات يعني بصطحب الطلاب، زي مثلا لما باخدهم اوقات وبنزل المالتي ميديا مثلا وبننزل في معمل الوسائط المتعدده، ايه المانع باخدهم اوقات وننزل المكتبه؟ ونكون مثلا يعني لو بناخد عن شخصيه ادبيه او موضوع مقالي ممكن داخل المكتبه نتكلم فيه، ومثلا لو شخصيه اعرض لمؤلفاته او ابداعاته يبقى يشوفوها على الطبيعه. يعني تخيل مثلا لو بتكلم عن المتنبي في ثانيه ثانوي مثلا، وننزل هنقول النهارده هنقضي الحصه في المكتبه، ونبدا واقوم مطلع لهم ادي ديوان المتنبي واوري لهم قدامهم الديوان ونماذج من اشعاره. يعني اكيد بعض الطلاب بس يعني يا دكتور محمود يمكن حضرتك نموذج لا يتكرر في كل المدارس، نتمنى يعني ان شاء الله تعميم هذه النماذج في الوزاره ان شاء الله ذاخره بالمتميزين يا رب ان شاء الله. احنا هنطلع تقرير هنشوف فيه بالنسبه للمكتبه برضو حتى اخيره العنصر الفعال داخل المكتبه اللي هو المدرس المكتبه بيبقى له دور كبير جدا في انه يجذب الطالب للمكتبه. طبعا يعني حتى هو لما يجي له ضيف كده في البيت هو يعتبر هو صاحب مدرسه المكتبه، صاحب المكتبه بيرحب بالولاد بيساعدهم. يعني عندي الدرع ده ما خدناهوش بسهوله، انا عندي يعني اثنين مدرسات ما شاء الله عليهم في المدرسه، استاذه غاده والاستاذه نعمات، يعني عملوا شغل جامد جدا السنه دي معايا عشان نحصل على هذا. طب جميل. انا اتمنى كمان يا استاذ سيد ان يبقى في حصه على الاقل اسبوعيه لازم الولاد يخشوا في فيها، خلاص في بيدخلوا فعلا فيها المكتبه ويعملوا ابحاث. المكتبه شغاله دلوقتي لغايه ثالثه اعدادي حصه اساسيه في الجدول. لكن ثانوي لا، في الثانوي بقى اختيار، يعني الطالب بيختار ساعات الانشطه الاختياريه، يعني سواء بقى مكتبه تربيه موسيقيه بيبقى اختيار، بس هي في الجدول موجوده. ده حاجه كويسه جدا، حاجه جميله، وده يطلع الطلب اللي هو حضرتك ما قلت في الاول ان هو جاي المدرسه حاسس ان هو رايح يعني رايح ياخد علقه لا انا بصراحه يعني الحته دي انا ممكن نخلي الطالب رايح وهو حابب يروح المدرسه. يا ريت. ازاي بقى حضرتك يا فندم؟ انا عندي في المدرسه كذا كذا فرع ممكن يخلي الطالب جاي وهو مبسوط. يعني عندي التربيه الرياضيه، عندي التربيه الموسيقيه، عندي المجال الصناعي، عندي مسرح المدرسه، عندي الانشطه يعني دي يا استاذ سيد اندثرت اصلا. لا والله في المدرسة. موجوده يا فندم، موجوده. يعني هل حضرتك موجودة. عندك مسرح في المدرسه؟ عندي مسرح في المدرسه وعملنا بنعمل عليه حفلات ومسرحه مناهج فعلا، بنقدم لغه انجليزيه على المسرح وبنقدم عربي. بس ده مش معمم في كل المدارس والله المفروض، يعني يمكن حضرتك بتتكلم عن 1% من عدد مدارسنا. اداره شرق مدينه نصر بصراحه انا رحت احنا كذا مدرسه، احنا 15 مدرسه تجريبيه، ممكن رحت مدارس عربي فيها بامانه الحاجات دي كلها مفعله بامانه في مدارس كتير جدا. ما عشان مدينه نصر، لكن والله بص في المدارس في العشوائيات والارياف والاماكن، يعني الفكره اللي يعني احنا ممكن نشتغل بالاماكن النائيه في صعيد مصر او في مرسى مطروح او في الاماكن دي. والله يا فندم بقى الامكانيات، بس طبعا احنا بنطلب دور دعم الوزاره. يمكن سياده الوزير من كام يوم كده قريت مقال يعني عجبني جدا، اللي هو هيبدا باحلال جميع الديسكات اللي هي الغير ادميه في المدارس، ويبدا يحل بديسكات، ويبدا بقى نشوف دورات المياه، ونبدا نشوف الصيانات، الحاجات اللي هي الاساسيات في المدارس. استاذ سيد، احيانا بشوف تقارير على الفضائيات لمدارس في الاقاليم والمحافظات، حاجه يعني لا يمكن الواحد يتخيل ان دي مدارس موجوده في مصر.
بامان يعني انا لو بنتي او ابني بيتعلم في مدرسه دي ما اعرفش شعوري ممكن يكون ايه ساعتها، يعني زي الاهالي بيستحملوا ان هم يدخلوا اولادهم في مدارس غير ادميه بالمره. ما فندم هو بالنسبه له ما فيش بديل، يعني منطقه نائيه هو ما فيش بديل، هو عنده واحد. هو هيعمل ايه؟ طبعا احنا برضو مش عايزين نكلف على الوزاره اكثر من اعبائها يعني. لا ما هو يعني مش ده المنطق يا استاذ سيد ان احنا ما نكلفش الوزاره. طب ما الناس بتعمل ايه يعني؟ الاطفال دي تعمل ايه؟ لازم يكون في حلول، لازم يكون في حلول طبعا. يبقى من اولويه الدوله، لازم تهتم بموضوع الحوار اللي بدا هو امن قومي زي ما بنتكلم. ابدا الاول بالتعليم. صحيح، التعليم اول ملف لازم نبتدي فيه جميعا، يعني كلنا كقضيه مجتمعيه وكقضيه اهتمام من الدوله لازم يكون ملف التعليم. التعليم بصراحه والصحه دول لازم نحط كل امكانياتنا بالزبط. فيهم بالزبط. هم دول هيطلعوا لي، الدكتور وهيطلعوا لي الضابط وهيطلعوا لي المهندس. هو التعليم يا جماعه يعني بنمي حاجه العقل البشري. انا ببني العقل البشري. يا ساعات اقول لك اصل الوزاره مش منتجه، المدارس مش منتجه. ازاي مش منتجه؟ ده احنا بننتج اهم حاجه في الدنيا. حضرتك فكرتني برضو بنقطه كنت عايزه اكلمك فيها، المصروفات التعليم الزهيده. معلش يعني لو احنا الوزاره بتتعلل ان ما عندهاش موارد، يا جماعه ارفعوا نسبه هيتهموني دلوقتي ان انا عايزه اعلي المصروفات، ارفعوا نسبه المصروفات شويه، يعني 40 جنيه و30 جنيه ممكن يبقوا 100 جنيه و150 جنيه و200 جنيه، بس نحسن الخدمه التعليميه ونحسن مستوى المنشات التعليميه، بما ان الوزاره بتتحجج ان ما عندهاش موارد. والمردود في الاخر لصالح الطالب ولصالح ولي الامر، يعني في الاخر يعود على المجتمع. ما هو بالظبط، يعني انا ادفع 20 جنيه وابني يتبهدل ويتعذب في المدرسه ويطلع المحصله صفر، ولا ادفع 200 جنيه مصاريف هعمل اي حاجه عشان ادفعهم؟ هعمل جمعيه يعني، بدل ما بعمل جمعيه عشان اروح مصيف ولا بيض الشقه ولا يعني لا، اعمل جمعيه عشان ادخل ابني مدرسه مستواها كويس يتعلم كويس. المدرسه بيقضي فيها 8 ساعات في اليوم بالظبط، 8 ساعات في اليوم بالزبط. على ديسكات متهالكه، على يعني دورات حمامات للاسف الشديد غير ادميه، امراض الدنيا كلها هتجيله. ففعلا حضرتك لو احنا مش عايزين نقول هنزود، لا يعني حضرتك بتقول 40 جنيه، لو بقوا 60 او 70 لا، ولو بقوا 100 او 150 يعني مش نهايه الدنيا ان انا ادفع مبلغ زي دوت. يعني عندنا في التجريبيات مثلا هنستغنى عن كيلو لحمه في السنه وهندفع المصروفات دي، مش قصه يعني. كيلو لحمه دخل على 200 على 100 جنيه دلوقتي بالظبط يا فندم. فطبعا دي قضيه لازم برضو الدوله تحطها نصب عينيها ونحاول نشوف حلول للارتقاء بالتعليم. وبرضو اسمح لحضرتك جنب اهتمام برضو اهتمام باحوال المعلم. يعني مهم جدا بصراحه، بقى النقطه دي عايز اتكلم فيها. طب هم عشان بيستعجلوني في تقرير والله بالصبح. طيب هنطلع تقرير عن المكتبه من احدى المكتبات وهرجع لحضرتك علشان حاجه مهمه جدا كان نفسي اتكلم فيها، بس عشان الوقت ماشي. من جوه المدرسه التقرير ده من جوه المدرسه عندك؟ من جمال عبد الناصر. نشوفه ونرجع لكم تاني. اتفضل. صوبي جاي يودينا مهما بكرة يكون بعيد، في أحلام بتناجينا وفي ضحكة بتنادينا والأحسن نقدر بإيدينا. سمعت إن أنتوا واخدين المركز الثاني على مستوى الجمهورية في المكتبة، ليه؟ نظر لاكتمال أوجه نشاط بالمكتبة، وإن مكتبتنا متميزة بتحتوي على 5000 كتاب وفيها أوجه وفيها كل أقسام المعرفة، وعندنا في المدرسه 1100 طالب، ال 1100 طالب بيترددوا على المكتبه يوميا، بس مش ال 1100 طالب ولكن بنسب مختلفه حسب جدول المحطوط يعني ليه للطلبه، ودول نتيجه نشاطهم داخل المكتبه وخارج المكتبه. دخلنا مسابقه مكتبه الاول على مستوى الادارات، خدنا المركز الثاني وتصعدنا السنه الثانيه اللي هي 2011 2012 صعدنا جمهوري، خدنا مركز ثاني على مستوى الجمهوريه بالنسبه للمكتبه يعني، وخدنا درع التفوق. البلد بلدنا بلدنا، البلد بلدنا بلدنا، البلد بلدنا بلدنا، البلد بلدنا بلدنا. البلد.
جميل في التقرير ان انا شفت مكتبه حقيقيه وشفت حوش التلاميذ بيلعبوا فيه، لان انا بدخل مدارس ما فيش حوش اساسا، يعني عباره عن عماير من غير حوش، وممكن التلميذ او الطالب يبقى طالع الدور السادس شايل الشنطه على كتفه، يا حرام شنطه قد كده. لو متشرفين وبتيجي ان شاء الله لو الظروف سمحت وشرفتنا في المدرسه، يعني عندنا مسرح مميز كويس، مسجد مسجد ما شاء الله جميل. يعني لما بنعمل حتى حصه تربيه دينيه باخد الاولاد وانزل في قلب المسجد تحت، يعني لو في صلاه مثلا ظهر لو في وقت الفسحه بندخل نصلي جماعه جوه. جميل. يعني ما شاء الله عندنا المدرسه يعني الحمد لله يعني اغلب الحاجات موجوده ومكتمله والنشاط مفعل. يعني هو طيب. توفير المكان المناسب للطالب بيخليه يقبل على العمليه التعليميه. طبعا صحيح. يعني حضرتك انا كنت في جامعه عبد الناصر، كانت في اول ما بدايات ما مسكت المدرسه كان رياض الاطفال ما كانش لهم مكان مستقل. رياض الاطفال ده 5 سنين 4 سنين ونص يعني. فبيدخلوا في وسط، كانوا بيخشوا في وسط الابتدائي والاعدادي. ما يبانوش يا حرام. فروحت لما رحت خدت موافقه التخطيط والابنيه وبدات اعمل لهم فناء مستقل بذاتهم. جميل. وبوابه مستقله بذاتها. جميل. ومراجيح والعاب و فحسوا ان هم في جنه. والله يا استاذ نتمنى نشوف كل مديرين المدارس زي حضرتك يا فندم. نتمنى يعني. هرجع ليك يا دكتور محمود واتكلمني عن مستوى المعلم واهميه تحسين مستوى المعلم والارتقاء بمعيشته، لان دي حاجه مظهر المعلم نفسه من هيبته. يعني التلاميذ ممكن ما يحترموش المعلم لو هيبته او مظهره غير لائق، وهم يعني مش عايز اقول غلابه بس هم معذورين، هيعملوا ايه؟ يعني حضرتك اظن مش هيختلف اتنين ان يعني المعلم حجر الزاويه، هو يعني الركن الاساسي اللي لو صلح وقام بدوره كما ينبغي العمليه التعليميه هتنهض وهتصل للنتائج المرجوه اللي نفسنا فيها. فبصراحه يعني بالاضافه يعني لاهتمام الدوله هنقول ماشي، ولكن في نقاط كتيره عايزين عشان يعني بما اننا بنصارح وعصر المصارحه نقولها مع بعض عشان من دافع ان احنا نفسنا نرتقي بالتعليم لافضل صوره. الجانب بس اسمح لي اسالك سؤال محرك شويه، مرتب حضرتك كام؟ انا حضرتك معلم درجه اولى يعني معلم اول لا أنا وحاصل على الدكتوراه، عايز اعرف مرتبك كام المدرسه؟ يعني الى الان لم يتخطى 1000 جنيه ما وصلش 1000 جنيه ويعني انا حضرتك انا بقى لي 19 سنه خبره يعني تخيل حضرتك لا وده بعد الثوره وبعد الزيادات وبعد كل حاجه بعد الزيادات وبعد كل حضرتك شوف مدير المدرسه برضه انا مش عايز اقول حضرتك لا انا اصل انا موظف اصل هو كان يا فندم يعني بعد ما خدت الدكتوراه ايه التكريم المادي صحيح اللي والادبي لا ادبي ولا مادي التكريم لا الادبي ماشي ده تحقق بصراحه التكريم الادبي ان في عيد المعلم بصراحه تم تكريمي وخدت شهاده ودرع من نقابه بس هي المعلمين هي الشهاده ده شهاده حاجه قعدت تدرس للدكتوراه كام سنه 5 سنوات خمس وفي الاخر شهاده شهاده لا وبرده بصراحه خدت 200 جنيه حافز يعني ايه شهري لحافظ الدكتوراه ولكن حضرتك طبعا يعني كمقارنه المجهود اللي بوزل ورحله العناء طبعا على مدار 5 سنوات طبعا. وفي الاخر يبقى ده التكريم المادي يعني زهيد للغايه صحيح اضيف لذلك حضرتك يعني حاسس ان الوزاره يعني ما بتستغلناش او ما بتوظفناش كما ينبغي ان يكون ما بتستخرجش منكم الطاقات اللي جواكم يعني انا نفسي المجهود اللي بذلناه والابحاث اللي عملناها يعني يبقى ليها مجال تخرج للنور نفسي برضه صانع القرار يعني ليه عفوا مثلا ما بيجيش يستعين ببعض النماذج اللي زي صورتي اللي معاهم دكتوراه وحتى بفضل الله عز وجل انا خدت في سنه 2003 افضل مدرس على مستوى الجمهوريه في سنه 2003 المعلم المثالي على مستوى الجمهوريه طب هل يا ترى في مرحله تطوير التعليم يعني مش المفترض النماذج اللي زي كده صحيح يبقى لها دور او راي في تطوير التعليم صحيح يعني يستمع لرايها بالظبط حتى يعني نشوفهم بيفكروا ازاي رؤيتهم ايه فكرهم ايه انا نفسي اعرف لماذا لا يتسع وقت الوزير او القائمين على العمليه التعليميه في مصر للاستماع فعلا الى الاراء اللي عندها القدره وعندها الحافز وعندها الحماس ونفسها تقدم حاجه مش بالذات يعني عشان الفلوس لكن احنا نفسنا فعلا ان التعليم يتقدم زي مش هنقول ماليزيا ولا اوروبا ولا تركيا ولا عايزين فعلا مصر تبقى من مصاف الدول الاولى في التعليم نطلع من البوتقه اللي احنا حاطين نفسنا فيها ايوه احنا ماشيين بشكل تقليدي يعني دلوقتي احنا عايزين تطوير في فكر يعني دلوقتي القيادات ايه المشاكل اللي بتبقى قيادات شابه عايزين نخلص من حته اللي ايه لا ده هو 50 سنه خبره ولا 40 لا احنا عايزين نشوف الفكر فين اهم حاجه هيصلح فين صحيح. هو ده اللي خليه في المقدمه بالظبط مش موضوع بقى لا احنا نتطلب اللي يكون في فكر جديد انا اعتقد ان الدوله الوحيده في العالم اللي ممكن تاخد اعلى الجوائز في وقد المواهب
ووأد الطموحين من الشباب علشان تفضل فئة معينة تفضل هي طول الوقت وطول العمر إلى ما شاء الله على الكرسي وتاخد أحسن المواقع وأحسن المناصب ومش مهم أي حاجة تانية. مش عايزين برضو الفكرة دي تسيطر علينا، احنا عايزين نقول لا، في ناس بتعمل، في ناس بتشتغل، في ناس بتعمل بس مش في ايدها القياده ولا المسؤوليه. ما احنا عاوزين بقى نلفت النظر للمسؤوليه يا جماعه، يعني احنا في ناس موجوده، في ناس بتشتغل، يا ريت توجهوا لهم العنايه والاهتمام. هنطلع بالبلد، هيطلعوا بالبلد، ولكن طول ما احنا قاعدين والسيستم زي ما هو. أيوة، مفيش جديد للاسف. لا، حتى لا، بعد الثوره مفيش حاجه اتغيرت. لازم نستمع للفكر الجديد. يعني في طاقات كتير في مصر ممكن نستغلها وهنسمع لفكرها. وفي مشاكل كتير جدا مسؤولين من سنوات فاتوا ما عرفوش يحلوها، ممكن شباب صغيرين يحلوها. أيوة. استمع لفكره الطاقات الشابه. أيوة. ليه المانع؟ التلاميذ اللي عندي في ثانويه عامه وفي اعدادي ساعات بستمع لفكرهم بلاقي. أيوة. فكرهم احسن من فكر المدرس اللي عندي. أيوة. ايه المشكله؟ يا لازم نسمع للجميع، ومش عيب ان احنا ناخد بفكره او برؤيه ناس اصغر مننا. خالص انا ممكن اتعلم من ابني او بنتي اللي هو اصغر مني بكتير جدا، بس هو ده الجيل. يعني ده بحكم ان هو بيطلع دلوقتي على النت، بيخش على النت، انا ما عنديش وقت، لكن هو ده فكر الجيل الجديد، لازم انا استوعبه في المقام الاول واستفيد منه في المقام الثاني. بالظبط يا فندم. يعني كان بالصدفه كان عندي سياده المحافظ موجود معايا الاسبوع اللي فات، فطالب في اولى ثانوي بيقول لي انا عايز اعمل حوار مع سياده المحافظ. يمكن احنا كنا اجيال قديمه كنا نخاف او ما نقدرش نخاف نقول المدير، مش هنقول بقى سيادته. أيوة. لا، احنا نخاف نكلم نخش مكتب المدير. لا، وكل الجرأه، الولد عندي ممتاز ومتفوق وكويس، قعد مع سياده المحافظ وادار معاه حوار وساله. انا كنت فرحان جدا طبعا، انا مبسوط بيه، مبسوط بيه اللي هو ولد هيقدر بعد كده يعبر عن رايه. فعايزين الشباب دي نسمع لها ونديهم الفرصه. والراجل اتسع صدره وقعد جنبه كده وخليه يتكلم معاه وخليه. فعايزين الاجيال دي بعد ما بتخلص سنوات الدراسه وتيجي تصطدم بالواقع بيحصل لها احباط، وكل واحد كان جواه موهبه بيحصل له نوع من عايز اقول ايه، يعني مش بس احباط، ياس، بيجي له يأس. هو حتى في أوائل عمره أو في أوائل المراحل العملية في حياته بييأس وبيحبط من كتر العراقيل اللي بيشوفها في حياته العملية بعد كده. والله يا فندم اسمحي لنا إيه برضو إيه، مش عايزين نخلي برضو الصورة كلها إيه يعني سوداء. برغم كل المعاناة دي بس إحنا برضو متفائلين برغم كل المشاكل. والله أنا أحييك على التفاؤل بتاعك يا دكتور محمود، يعني بدون كلمات إنشاء. برغم كل ده إحنا بنشتغل بحب اكيد. يعني لازم هنأدي اللي علينا بضمير، ده يعني ما فيهاش شك. يعني انا حضرتك على وجه الخصوص على يعني وضع الشخصي رغم يعني معاناتي دي كلها، والا ان انا بحب البلد دي برضه. انا بالمناسبه جالي اكتر من فرصه ان اسافر لاكتر من دوله في قطر وفي السعوديه. انا لسه كنت عايز اسالك ما سافرتش ليه. والله واكتر من، مش عايز اقول لحضرتك والله. ويمكن يعني بفضل الله تميزي وشهاداتي يعني بيجي يعني ببقى مطلوب مثلا على وجه الخصوص. ولكن لان انا برضو عايز البلد دي ننهض، وعندي امل ان شاء الله ان بكره احلى يا رب، ان شاء الله ايدنا كده في ايد بعض ونغرس في اولادنا ان لازم عندنا حب الانتماء لبلدنا. ولو فعلا يعني اشتغلنا باخلاص واشتغلنا بروح وحطينا ان البلد دي احنا اللي مسؤولين عنها. يعني هنجيب حد يعلها لنا؟ يعني مصطفى صادق الرافعي لما قال وما يرفع الاوطان الا رجالها. احنا رجاله البلد دي، ومش هترتقي الا بينا احنا. ان شاء الله على ايدينا ان شاء الله هتتقدم وهتبقى احسن باذن الله. يا رب ان شاء الله. طب انا عايزه اختم لقائي الجميل معاكم، هبتدي بك يا دكتور محمود، نصيحه لابنائك من الطلبه والتلاميذ علشان بصفة يعني نصيحة بصفة عامة، وعشان تحببهم في اللغة العربية بصفة خاصة تقول لهم ايه؟ هقول لحضرتك النصيحة العامة ان هو دلوقتي يعني يحط في باله ان هو يعني بيقوم برسالة مهمة جدا، وانه بيعد نفسه في مرحلة اعداد وبيصلح نفسه عشان هو امل بكرة. يعني ولادنا اللي في الاعدادي وفي الثانوي دلوقتي هم ان شاء الله بعد يعني سنوات معدودة هيبقى هم ان شاء الله القادة وهم اللي هيمسكوا البلد. فحط في ذهنك ان انت يعني بتجهز نفسك لبكره ان انت هتكون ان شاء الله احد يعني لازم يبقى عنده امل وطموح حتى لو كانت ظروفه قاسيه او ظروفه المعيشيه صعبه. ويحط في باله حاجه كمان، يعني الدكتور احمد زويل وغيره من العلماء المصريين كانوا في يوم من الايام قاعدين في نفس المكان اللي هو فيه، قاعد على نفس الديسك دوت على نفس في ناس اتعلمت على لمبه جاز وقدر وهو يعني اللي وصل له
في البلد دي ما جاش من كوكب تاني او جه من دوله تانيه يعني قدر. حطه قدام عينيك انك في يوم من الايام ليه ما تكونش احمد زويل انت كمان وتقدر توصل للنموذج ده. تمام. طيب استاذ سيد سلامه حضرتك برضو كلمه تحب توجهها بقى للمسؤولين والقائمين على العمليه التعليميه عشان احنا تعبنا من الكلام. يا ريت يا ريت في المدارس مفيش مدير مدرسه يقعد على مكتبه. دي كلمه انا بقولها. كان عندي المدرسه الحمد لله اربع مراحل. قلامه لما بقعد في مكتبي لما يكون في حد من الوزاره حد كده، ولكن لابد اللي هو يتابع العمليه التعليميه بعينيه يشوف. ما اعتمدش على باحترامي على وكيل على مدرب، لا يشوف بنفسه ويمر ويتجول ويحضر في الكلاسز ويبدا يدي نصايحه. دي هتخلي المدرسه لها رونق ولها شكل والعمليه التعليميه فيها مظبوطه. طب كلمه اخيره بقى لوزير التربيه والتعليم، يعني يا ريت بس بسرعه عشان وقت. والله نطلب من سيادته اللي طبعا هو الدكتور ابراهيم يعني ما مسك بدا يبص للعمليه التعليميه فعلا، لان انا متابع دوت. بس احنا عايزين المزيد. بالنسبه للمدارس، الديسكات، الصيانات، الكمبيوترز، المعامل، الحاجات دي كلها فيها نقص. وبعدين النواحي الماليه عندنا في المدارس مش ميسره بالشكل اللي احنا نقدر نوفر ده كله. وبرده المشاركات المجتمعيه برده مش هتقدر تغطي ده كله. فاحنا عايزين برده يعني سبورت او يد العون بالوزاره بحيث نرتقي بالعمليه التعليميه. واحنا برده مش بنقول كل حاجه على عاتق الوزاره، احنا ممكن نعاون نتعاون مع بعض. يعني بقول لاولادي اللغه العربيه لغه جميله، لغه تذوق. يعني عايز اقول لهم يعني اروع من اشتهر ونبغ في اللغه العربيه ما كانش متخصص في اللغه العربيه، توفيق الحكيم كان وكيل نيابه، ابراهيم ناجي طبيب، يوسف ادريس طبيب، العقاد ما كملش تعليمه. يعني اللغه العربيه لغه تذوق وجمال، يعني تقدر تحبها وتقبل عليها وتبدع فيها. ورجاء اخير لسياده الوزير يعني نظره لحمله الدكتوراه والماجستير. أيوة. بعين الاهتمام ويكونوا يعني يسمع ليهم ولو من باب يعني استشاره المجموعه دي في مجال تطوير التعليم. نتمنى يا رب كل الاراء دي تكون يعني تم الاستماع ليها. بشكر في النهايه ضيوفي الاعزاء الاستاذ سيد سلامه مدير مدرسه جمال عبد الناصر التجريبيه لغات بمدينه نصر، وايضا دكتور محمود عبد العزيز مدرس اول لغه عربيه. بشكركم ونتمنى تكون الرساله وصلت، ونتمنى ان احنا كلنا نحط نص بعيننا ان التعليم لازم يكون قضيه امن قومي. الى اللقاء الاسبوع القادم وحلقه جديده من برنامجكم نبض الوطن.